ومعنا في هذه الحلقة النسوية المميزة موهبة عراقية رقيقة، مغنية تنقلك بإحساسها إلى أغاني السبعينات وكأنها سيتا هوكابيان الجديدة. حلمها الطفولي أن تصبح مغنية، فدخلت جوقة الكنيسة بعمر 12، وهناك تطور أو هناك تطورت موهبتها وتعرفت على الموسيقى بعمق. اليوم سانتا لديها مجموعة من الأغاني بمشاهدات مليونية منذ أول أغنية لها عام 2022، خاصة بعد أن رزقت بطفلها الثاني وقررت أن لا تستسلم ولا يأخذها حلم الأمومة من حلم الغناء. فهي امرأة ومبدعة وأم، أكملت دراستها بالأدب الفرنسي لكنها اختارت الغناء والفن مجالها الإبداعي والمهني. أهلا وسهلا سانتا، يعني تجمعين كل رمزيات الجمال، الغناء والأمومة والأنوثة، بالإضافة إلى دراسة الأدب الفرنسي وهو من أجمل الآداب في العالم حقيقة، وحتى الغناء في الفرنسي معروف على المستوى العالمي بأنه غناء رقيق. أنت خبرينا أكثر عن هذه التوليفة الجميلة لسانتا. أوكي. بالبداية قبل كل شيء أحب أشكرك على الاستضافة وأشكر كادر استوديو الظهيرة، وسعيدة جدا بوجودي وياكم. طبعا بالنسبة لهاي النقطة أنه الناس تشبه صوتي أو أسلوب غنائي بالفنانة القديرة والكبيرة سيتا هوكابيان، أنا بالنسبة لي هذا الشيء كلش أفضل. مغنية المغتربة هي وابنتها أكيد. أنا بالنسبة لي هذا الشيء أهم بهواية من أرقام المشاهدات والترندات، مجرد أنه أكو ناس تشبه أسلوب غنائي بها، هذا فخر كلش كبير. بالنسبة ما عدا الموسيقى أنا أحب همين اللغات، يعني مثل ما ذكرت يعني خريجة كلية لغات قسم اللغة الفرنسية بغداد في أربيل جامعة صلاح الدين. نعم. أنا بالنسبة إلي من واحد يتعلم اللغة مو فقط نتعلم اللغة، نتعلم الثقافة مالتها وكل شيء، يعني هو باكج كامل ما وراء اللغة. صحيح صحيح. يعني أثر الأدب الفرنسي على الغناء، على موهبة الغناء؟ هو أنا أصلا أحب الأسلوب الكلاسيك، وتعرفين حضرتك إيديت بياف المغنية القديرة، أشهر مغنيات الفرنسيات. أحب هذا الستايل الكلاسيكي اللي بيه رقي، اللي نسميه ستايل مهذب، أسلوب غنائي مهذب. وأكيد هذا معناه أكيد تسمعين أغاني فرنسية كثيرة تحفظيها. صحيح. بس تحاولين تغنينها؟ أحاول. أنا سويت بديت أولا بعمل كفر، أخذت أغنية قديمة مع المطربة فرانسوا ساغان اللي اسمها مونامي لاغوز، دمجتها ويا أغنية الفيروز، فهنا بدت تعرفت على الفنان والملحن والموزع الموسيقي المهم أحمد جوزي، اللي انطاني بعدين هذا اللون الخاص بي اللي يشبه كلاسيك أو نسميه عن أسلوب غنائي مهذب. أسلوب غنائي مهذب فعلا، خصوصا احنا كنا نتحدث عن وياش يعني قبل ما نطلع يعني بالفاصل انه هذا النوع يعني بدا يتراجع للاسف. صحيح. في ظل هذه الفوضى في الاغاني، ولحن في الايقاع هو لحن صاخب. فعلا هو وجود كل نوع من فن مهم، يعني الاختلاف شيء كلش حلو واذواقه هوايه، ولكن اشوف من المهم انه هذا الاسلوب يرجع. طبعا الفنانه سيتا هوكابيان هي اول فنانه عراقيه اللي دخلت الات الجيتار بالغناء العراقي، فهذا الشيء كلش جميل، فليش احنا ما نرجع نحيي او نرجع هذا الفن، هذا الاسلوب الغناء اليوم. مثل ما تعرفين حضرتك اليوم المطربين كلهم واسلوب الغناء الدارج حاليا كله يشبه، فليش ما يكون عندنا هذا الاختلاف ونرجع هذا الماضي. طيب يعني سانتا راح اسالك اكثر، بس احنا كلش يعني فضوليين انه نسمع يعني هذا الصوت. أوكي. العذب زين، بما انه حكينا على الفنانه القديره نوجه لها تحيه سيتا هوكابيان، فراح اغني مقطع من اغنيه مالتها. يا حبيبي فجر قصه تروي احلام العمر، والمطر قطرة ورا قطرة على جفوني سحر، وحدي عالشرفة شذا الأنسام، فتح لي شبابي
والمطر أنغام تتهادى من الغيمات تحملك عتابي ويا نسمات الفجر. الله. سانتا خبرينا أكثر عن البدايات، يعني هذا حلم الغناء. نعم. إمتى بدأ؟ وأنت اكتشفتي صوتك لو أكو أحد آخر بالبيت؟ شو انتبهتي إلى هذه الهبة العظيمة طبعاً اللي مرات الله ينطيها للإنسان؟ الحمد لله والشكر على هاي الهبة. من أنا وطفلة عندي علاقة كلش قوية بالموسيقى. بدت هاي الرغبة تزيد. الأهل لاحظوا هذا الشيء بي، يعني ماما دائما كانت تقول لي يعني تتأثر من أغني تقول لي تغنين بإحساس. شوية شوية من دخلت جوقات الكنيسة بعمر صغير، يعني عمر المراهقة. طبعا جوقات الكنيسة تلعب دور كلش مهم، تقوية الأذن وتقوية الصوت، يعني دائما احنا نسوي تمارين سولفج. فصرت كل ما اكتشف شغلة بالموسيقى اريد اتعلم بعد اكثر. بنفس الوقت كان عندي هذا الحلم ضمته على صفحة ما احكي به هواية، انه اريد اصير مطربة. يعني كان هذا دائما حلم. بس تدرين المجتمع مالتنا يعني مو سهل، انه المرأة خاصة ام بوظيفة 8 ساعات باليوم، اقدر اني همين ادخل الغناء. فالموضوع بالبداية كان كلش صعب، ولكن تمسكي بهذا الحلم، تمسكي بالموسيقى. ومرات من الناس يقولوا لي انت كأم يعني ما راح تقدرين، هاي ما راح تقدرين، سوت لي حافز اليوم. استفزاز. ها بالضبط بالضبط. استفزاز يرفع الى الامام. بالضبط. ليش لا المراه اذا تكون يعني ام ليش لا ما تكمل حلمها وتحققها؟ ماكو شيء يمنعها. هذا الشيء يعني راح يكون قدوه لبنتي. باكر من تكبر بنتي راح تشوف. عندك اولاد اثنين صح؟ نعم نعم. اثنينهم بنات؟ عندي شينا بنتي الكبيره عمرها 8 سنوات، وجابرييل عمره 5 سنوات. ما شاء الله، الله يحفظهم يا ربي. يعني هو هذه الفكره، الاصرار على الغناء. نعم. مع خصوصا بعد انه صرتي ام صار اكثر من قبل. صحيح. مثل ما ذكرت انا كنت انتظر اللحظه المناسبه. اكو هوايه ناس يقولوا لي ليش ما بديتي من قبل؟ انا عمري 32 سنه، تدرين انه اكو هوايه شباب يبدون عمر كلش من وقت. أنا لا، أردت أنطي أولوية الكاملة للبيت، وانتظرت أجيب طفلي الثاني ورا ما كمل 4 سنوات. صاروا نوعا ما يعتمدون على نفسهم. هنا بديت شوية شوية، بديت بين ما وصلت الحمد لله. اليوم عندي يعني فيديو كليبات، أعمال يعني أفتخر بها لأن بها لمسة مختلفة. أنت إذا تشتغلين حقيقة أعمال نوعية وإذا تنتقيها انتقاء، يعني احنا طبعا تابعناش. نعم. على التيك توك فشفنا. نعم. انه انت قاعده تنتقين الاشياء اللي تريدين تسويها. صحيح. يعني انتقاء متعوب عليه حقيقه. صحيح. بالنسبه للاعمال الجديده، الاغاني مالتي الجديده، هذا يعود الى الفنان والملحن والموزع الموسيقي احمد جوزي، اللي من بدايه لقائنا بالاستوديو هو فهمني اني شنو اريد، انطاني هذا اللون مثل ما قلت، و يعني ونجحنا بهذا الشيء. فعلا انا اليوم عندي اسلوب مختلف، ولكن الاغاني الكفرات اللي دا اسويها اريد اسلط الضوء اكثر على الاغاني القديمه مالتنا. احنا تراث يعني صوت انوار عبد الوهاب، سيتا هاكوبيان، زكيه جورج من اقدم المطربات العراقيه. ليش لا؟ اليوم احنا عندنا مسؤوليه كمطربين، عندنا مسؤوليه نرجع نحيي هذا الفن. فمن اختار اغنيه ارجع افكر لا، انا عندي اغاني تراثيه قديمه الناس تحبها، ليش لا؟ حتى لو هي مو من الاغاني من النوع الدارج هذا اليوم، ولكن هاي مسؤوليه علي ارجع اني احييها اليوم. طيب يعني اثرينا بهذا الصوت الملائكي الجميل بشيء من التراث العراقي. التراث العراقي اغنيكم مال زكيه جورج، تذيني. تميت أنا حيران طول العمر سهران، تميت أنا حيران طول العمر سهران، ما أدري بالهجران حبي تجازيني،
حبي تجازيني تأذيني تأذيني يا ولفي ليش تأذيني 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 يا ولفي ليش تأذيني فراقك صعب يا هواي بالقلب تشاويني بالقلب تشاويني. سانتا خبرينا عن هذا السر لما يصير اكو تزاوج بين الاحساس والصوت العذب. نعم اكيد انت فكره بهذا الموضوع موضوع كثير يعني شلون تحسين بالكلمات بحيث سبحان الله من تطلع من بعض المغنيين توصل للاخر بشكل جدا سلس وعذب وعفوي، شنو السر؟ أني يمي الفنان الحقيقي اللي هو يقدر يحس بكل كلمة يغنيها. هنا أرجع أقول الجوقات الكنيسة ساعدتني هواية على هذا الموضوع، هم بغض النظر عن أني نبرة صوتي هيجي، أي مرتل سواء من أي طائفة دينية من يرتل إحنا نكتسب روحانية بالغناء بالأداء. فأعتقد أنه هذا الشيء اليوم يخليني أنه أني أتعمق بالموسيقى وأتعمق بالكلام، يعني كأنه يسمو حقيقة في الغناء. بالضبط، نتعلم نحس بكل كلمة نقولها وتطلع منا تطلع بصدق. طيب بالنسبة للغناء الحديث، من المغنيات العربيات أو العراقيات اللي تشوفيها قريبة من روحانيتك ومن لونك في الغناء أو تحبين تسمعيها؟ يعني أنا أسمع كل الستايلات الغناء، أكيد أسمع الفنانة رحمة وأصيل همينة، يعني أنا مو بس متمسكة بهذا اللون، أيضا يعني أسمع كل الألوان. أكثر شيء مطرباتي المفضلات هم المطربات القديمات، لأن المشكلة أنه إحنا بلدنا اليوم مدى نشوف مطربة انشهرت بهذا الستايل. على مستوى العالم أنا أحب هواية عبير نعمة وفايا يونان أكيد. نعم فايا يونان هذا أصوات جميلة. فليش جداً إحنا بالعراق ما يكون عندنا هيجي وهذا الستايل نفسه مع السيدة ماجدة الرومي؟ أكيد أكيد طبعا سيدة طبعا فيروز. سيدة ماجدة الرومي والسيدة فيروز كل المطربات اللي يغنون هذا الستايل بدوا بداياتهم هيجي من جوقات الكنيسة اللي اكتسبوا الأسلوب المهذب بالغناء. ممكن أنت يعني في المستقبل إن شاء الله يا ربي نشوف نجمة عراقية يعني يليق بك أن تكوني نجمة عراقية حقيقة تمثلين المجتمع العراقي. شكرا. يمكن بالمستقبل أنت تأخذين هذا الخط ويكون مشجع للكثير من ليش النساء. ليش لا؟ أنا أفتخر بهذا الشيء. ليش لا؟ يعني أنا أعرف أنه أكو نساء حابين أنه يدخلون مجال الغناء حقيقة. نعم. لكن أكو حاجز. أكو حاجز لسببين، السبب الأول هو يعني العرف الاجتماعي، والسبب الثاني بسبب يعني موجة الأغاني في الفترة الأخيرة اللي قد تكون البعض يعني يتحفظ على هذا النوع. صحيح. من الأغاني. صحيح، المشكلة أنه من الأهل دي يشوفون نوعية الأغاني اللي دا تنشهر ودا تصير ترند، ده يصير عندهم خوف على بشكل تحدي ثاني. بالضبط، ده يصير عندهم خوف على بيتهم ليوم من الايام. اني كان يعني تسلك هذا الطريق؟ اني مريت بهذا الشيء، يعني من قلت لاهلي انه حابه اغني وهي الموضوع ما كان سهل، يعني اني ما اجامل بهذا الموضوع، لان دائما مجتمعنا عنده خوف زايد عن اللزوم، وهو من حرصهم اكيد، يعني ما اعاتبهم انه بيتهم او ابنهم يوم الايام يعني يغنون هذا النوع اللي دارج هسه اللي على التيك توك هاي. فاني احب هنا اقول اوجه رساله لكل بنيه حابه تغني، كل هاي العقبات اللي تمر عليك استخدميها كحافز على مود تحققين حلمك. اني سعيده اليوم انه اهلي يشجعوني، من طلعت اول مره على قناه شرقيه هنا اهلي شافوا شنو اللي اني اللي اريد اسويه وارتاحوا، وهسه صاروا يشجعوني. فاتمنى من الاهل كلهم شجعوا اولادكم خاصه فئه النساء، احنا كلش بحاجه لهذا الدعم الحقيقه.
أنا كلش فرحانة اليوم إنه سويت وياك هذا اللقاء حقيقة جدا يعني سعيدة. واحدة من اللقاءات الملهمة. شكرا. خصوصا إنه نشوف شابة طموحة ودا تشتغل في مجال راقي حقيقة. شكرا. خلينا نشوف واحدة من الكليبات اللي أنت أنتجتيها. حقيقة في الطور الغنائي اللي هو امتداد إلى التراث والغناء الهادي. اللي يميز هاي الأغنية والأغنية اللي قبلها همينة هي خليط بين الفصحى واللغة العراقية، بمعنى وأنا أحكي لغة بيضة يعني لهجتي بيضة، فحبينا نسوي هيجي أعمال تليق بصوتي وتليق بمخارج حروفي وهاي. فهاي الأغنية يعني كلش من أحب الأغاني إلي. نعم صارت. يعني سانتا كلش فرحانين إحنا بيش وفرحانين إنه نستضيفك ونتمنى فعلا إنه تصلين لأعلى المراتب ونشوفش نجمة عراقية. شكرا تسلمين وأتمنى لكم النجاح ودومكم بهذا التألق والنجاح إن شاء الله. شكرا. كل عام وأنتي بخير. وأنتي بألف خير وكل النساء بألف خير.